الشعب يريد إسقاط النظام، شعار تشهده الثورات العربية في هذه الأيام، وهو الشعار المسيطر، وهو اللغة الحاسمة، وهو أقرب ما يكون للذكر في ألسنة الثوار. فما هو إسقاط النظام؟ ما هو المقصود بالنظام؟ ومتى نستطيع أن نقول أن النظام قد سقط؟ ومتى نقول أن الأداء الثوري في هذه المرحلة يمكن أن يتحول إلى شكل جديد؟ لأن إسقاط النظام ليس بالضرورة أن يأتي بضربة قاضية، وإنما قد يأتي على مراحل. فما هو النظام؟ النظام عبارة عن مكونات وعلاقات، هذه العلاقات تحكمها قواعد. على أي أساس تكون تلك القواعد؟ على أساس تحقيق هدف النظام. ماذا تعني المكونات؟ المكونات هي الأفراد، المؤسسات، الكيانات التي يحتويها هذا النظام. إذا أخذنا مثال نظام التعليم على سبيل المثال كنظام جزئي أو نظام فرعي، فإننا نعني هنا بالأفراد الأساتذة، الطلاب، الموجهين، الإدارة إلى آخره. المؤسسات سنعني بها هنا في النظام التعليمي المدارس، وزارة التعليم، الجامعات، كل ما له علاقة بالمؤسسات التي تعمل على إقامة هذا النظام. هذه المكونات، الأفراد والمؤسسات، تربطها علاقات، كعلاقة الأستاذ بالطالب، كعلاقة الوزارة بالمدرسة، كعلاقة الموجه بالمدرس، علاقات متنوعة تربط بين تلك المكونات وتتأسس عليها العلاقة. هذه العلاقة قد تكون علاقة سلطة، علاقة مدير المدرسة بالأستاذ، هي علاقة سلطة من الطرف الأول على الثاني، علاقة الأستاذ بالطالب إلى آخره. القواعد نعني بها ما هي القواعد التي ستحكم تلك العلاقات؟ ما الذي يحكم علاقة الأستاذ بالطالب؟ هل يمكن للطالب أن يضرب الأستاذ؟ هل يمكن الأستاذ أن يضرب الطالب؟ ما هي العلاقة التي تحكم المدرسة بوزارة التعليم؟ هل تتلقى منها المناهج؟ ما هي القواعد التي ستضبط العلاقات بين تلك المكونات؟ تلك القواعد يجب أن تخدم النظام في النهاية. فإذا كان نظام التعليم يهدف إلى تلقين الطلاب، حينها فالعلاقة بين الأستاذ والطالب ستكون علاقة صارمة، ستكون علاقة سمع وطاعة، ستكون علاقة تأديب بالقوة أحيانا. إذا كانت الهدف هو إنتاج أفراد تقوم فلسفة حياتهم على الركوع، أو العكس، إذا كنا نريد إخراج جيل من الأحرار، ستكون فكرة العلاقة هي علاقة تعاونية، هي علاقة تشارك في المعلومة، هي علاقة حب بين الأستاذ والمدرس، هي علاقة تبادل أدوار أحيانا إلى آخره. وبذلك يكون هذا هو المعني بالنظام. عندما نتحدث الآن أن الشعب يريد إسقاط النظام، هو المقصود به النظام السياسي. بما أن هذه الحركات جاءت بمطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، فهو بالأساس هو إحداث تغيير في النظام السياسي، وجوهر التغيير في النظام السياسي هو إعادة توزيع القوة فيه. ما هي صلاحيات هذه المؤسسات؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم؟ ما هي طبيعة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسات المجتمع المدني؟ ما هي طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، القضائية والتنفيذية والتشريعية إلى آخره؟ هذه طبيعة العلاقات إذا أعيد تصميمها، إذا أعيد بناؤها على نسق جديد، نحن نتحدث عن تغيير في النظام. إذا كان التغيير في الأفراد أو فقط في المؤسسات، ممكن نطلق عليها إصلاحات أو تغييرات جزئية. بينما عندما يكون التغيير في صلب القواعد التي تحكم العلاقات، أو في تغيير نمط العلاقات ذاته، في هذه الحالة لا، نحن نتحدث عن منظومة جديدة يتم بناؤها. الآن إذا كنا نردد ذلك الشعار كشعوب، الشعب يريد إسقاط النظام، فما الذي نسعى لتغييره؟ سيكون بالأساس توجهنا إلى تغيير القواعد والعلاقات، ولكن ذلك يصعب أن يحدث دفعة واحدة. هناك مرحلة أساسية تنشأ فيها الثورة وتدفع فيها بأبنائها بقوة حتى تقطع شوطا نحو ذلك التغيير. لن تتغير العلاقات كلها بين عشية وضحاها، ولكن المرحلة الثورية يتم فيها إزاحة العقبات أو هدم العقبات التي تحول دون إحداث هذا التغيير. لأن أحيانا التغيير
قد يتطلب عمليات كثيرة، وقد يتطلب جهود كثيرة، وقد يتطلب دراسات كثيرة في شكل المجتمع الجديد وشكل العلاقات، وقد يتطلب أحيانا بعض التجارب وبعض النجاحات وبعض الإخفاقات. فالثورة تأتي بالأساس في المقدمة لتزيح العقبات التي تحول دون إحداث هذا التغيير في النظام، أي دون إعادة توزيع القوى في النظام، أو دون تأسيس برنامج شعبي جديد لإعادة القوى في النظام. ما الذي يجعل النظام قائما؟ يعني رغم أنه هو تم تغيير الأفراد ومع هذا الحشد الجماهيري الضخم، لماذا لا زال النظام مستمر؟ هنا يجب أن ندرس الأدوات التي يرتكز عليها. هو يرتكز على أدوات أساسية وأدوات ثانوية أو أدوات داعمة. الأدوات الأساسية هي الجماهير عندما يطيعون، هي آلة القمع التي تسعى لإخافة الناس والسيطرة عليهم. ومن الأدوات الداعمة الدعم الخارجي الإقليمي أو العالمي الذي يسعى لثبات الأوضاع أو استقرارها على هذا النسق. يبقى إذن نحن أمام نوعين من الأدوات التي يرتكز عليها النظام، أدوات أساسية وأدوات داعمة. إذا نظرت إلى اللعبة بهذا الشكل ستجد أن النظام عندما يحدث تغييرا في الأفراد في الوقت الذي يبدو لك فيه أنه يترنح أو يتنازل، هو يحاول استقطاب الجماهير من جديد من خلال استقطاب القوى الكبيرة التي لها كلمة على قطاع معتبر من الجماهير، وهذا يفوت في عضد الباقي البقية. هنا يجب أن ننتبه إلى هذه اللعبة. هو يعمل الآن على تعزيز أدواته في الوقت الذي نتصور أنه تخلى عنها أو أنها لم تعد لها الفاعلية. عندما يتم تغيير الأشخاص هي لعبة يتم من خلالها استعادة الدعم من جديد، تقوية أدواته من جديد من خلال محاولة السيطرة على الجماهير، من خلال استقطابهم مرة أخرى وإيهامهم أن مشروع التغيير قد تحقق. لكن ما يفضحه هو أن آلة القمع لا تزال تعمل من جديد، وما يفضحه هو أن آلة القمع في الوقت الذي يجلس فيه المتفاوضون لا زالت تعمل في الجماهير، وبالتالي فآلة القمع لا تزال عقبة، أداة قوية يرتكز عليها. وهنا في هذا الجزء الأول وهو فكرة الأدوات الأساسية يتم عمل الحملات المركزة من أجل استقطاب الجماهير من جديد، من أجل استقطاب قوى المعارضة من جديد إلى المعسكر الأساس الخاص بها، من خلال رفع سقف المطالب، من خلال الحديث عن أن الثورة لم تنجز، من خلال كل وسائل الضغط التي يمكن أن تتم على هذه المعارضة، يمكن أن تستخدم دون أن تخسرها. مهم أن تستخدم أدوات الضغط وأدوات التأثير وأدوات جرهم إلى معركتك، أقصد هنا المعارضة التقليدية، دون أن تخسرهم، لأن أنت الآن في معركة هم في معسكرك، لا تتركهم يذهبوا إلى المعسكر الآخر. آلة القمع أيضا التعامل معها مهم جدا، طالما أن آلة القمع في يده يصبح التغيير يتطلب المزيد من الجهد. بمعنى إيه في يده؟ أنها لم تأخذ القرار بعد بالانحياز التام إلى الثورة. هذا الانحياز إلى الثورة قد يأخذ أشكالا كثيرة، يعني أسوأ شكل منهم هو أن يتم انقلاب عسكري من داخل قوى الجيش، أو يتم عمل معين من الشرطة وبالتالي يحدث انقلاب، وهذا يعتبر عقبة جديدة تتخلق في المجتمع، عقبة جديدة تحول دون التغيير. فليس المطلوب من القوى القمعية أن تنقلب على النظام، ولكن مطلوب أن تسحب دعمها له. أحيانا يكون من الصعوبة بمكان أن يتم هذا السحب بشكل مباشر، يعني أن يتم إعلان العصيان الشامل للأوامر، ولكن يمكن عدم تنفيذ الأوامر، يمكن التباطؤ في تنفيذها، يمكن تسريب المعلومات للثوار، يمكن أن تظل آلة القمع معه لكنها تعمل لصالح المتظاهرين، يكون دورها هو جلب المعلومات، يكون دورها هو إعلان الخطط التي تخفى، يكون دورها هو الإعلان عن الرموز المتورطين في أعمال القمع الفادحة، وبالتالي تستطيع المقاومة التشهير بهم. ولذلك مطلوب قناة اتصال دائما، تحتاج قنوات اتصال بأدوات القمع، وتحتاج اقناعها أن تنتقل إلى معسكرك حتى ولو لم يكن الانتقال المباشر بمعنى ترك الخدمة تماما، ليس بالضرورة،
يمكن التباطؤ في العمل، يمكن إذا كان في أمر بالاعتقال لا ينفذ أمر الاعتقال ويقول لم أجد للشخص المطلوب اعتقاله، يمكن بأشكال كثيرة، وأيضا العصيان أحيانا في بعض القطاعات. يبقى أمامنا في الأدوات الأساسية هو لازال لديه آلة قمع، نحتاج مشروع للعمل تجاه آلة القمع. بالنسبة لأدوات الدعم، هي في النهاية اسمها أدوات دعم، هي ليست طرف أساسي. يعني إذا قرر هو الاستسلام لا حيلة للدعم معه. عندما نفكر فيما يسمى بالدعم الإقليمي والدعم العالمي، هو في النهاية اسمه دعم. إذا انهار الخط الأمامي في أي معركة لا معنى للخط الخلفي، لا معنى لكلمة دعم. لذلك هذا الأمر يجب ألا يزعج الشباب الثائر كثيرا في فكرة ولكن يوجد دعم خارجي سواء كان إقليمي أو عالمي، هذه ليست مشكلة. أيضا تستطيع حركة المقاومة أن تنفذ أو تشن حملات خاصة بالدعم الخارجي، يصل إلى الضغط، نحن لا نريد فقط الاستنكار، لا نريد فقط الإدانة، لماذا لا تبدأ حملات تجميد الأموال؟ هذا على سبيل المثال للحصر. لماذا لا يتم الضغط على الدول التي تمارس هذا الدعم حتى ولو من خلال علاقات دبلوماسية من أطراف أخرى، من دول أخرى؟ يعني الدول التي تدعم الخط المقاوم كيف يمكن الاستفادة منها؟ أيضا يمكن رفع تكلفة الدعم، يعني هو الآن هو يدعم حفاظا على مصالحه في النهاية، كيف يمكن أن تقنعه أن هذا الدعم ستكون تكلفته عليك أكثر بكثير؟ مثل حتى أن تقوم الجاليات باحتلال السفارات، يعني في البلد الذي يقدم الدعم، والنقل مثلا الولايات المتحدة الأمريكية، يتم احتلال السفارة العربية في ذلك البلد، السفارة التي تعاني، ويتم إجبار الدبلوماسيين على مغادرة عملهم. أي يصبح هناك تصعيد، يصبح هناك كلفة على هذا الدعم. أيضا يدخل في الموضوع التطمينات لتلك الأطراف الداعمة، هل هي تخاف على مصالحها منك عندما تعلن أننا في بلادنا الجديدة سيكون لكل الدول التقدير والاحترام والمصالح المتبادلة التي تخدم بلادنا؟ فإذا كل دولة تريد أن تحافظ على مصالحها تضمن أن مصالحها مستمرة. خطاب التطمينات أيضا مطلوب، عندما توجد مقاومة واعية أو ثورة واعية تستطيع أن توصل رسائلها إلى الأطراف الداعمة لمعسكر الخصم لتقنعه أن هذا الدعم لا مبرر له وأن النظام لا محالة منتهن، فلماذا تقف في المعسكر الخاسر وماذا تحاول أن تفعل؟ الخلاصة أنك أيضا ستحتاج حملة، قد تكون حزمة مشاريع تعمل على مسار الدعم. ما نقوله الآن عندما يحدث تغيير في الأفراد، يحدث تغيير يبدو صوري أو يبدو رمزي، يبدأ التحول من الحالة الثورية المتناثرة العفوية أنها تأخذ طابع استراتيجي، تعرف ماذا تستهدف، ما هي الأدوات الأساسية التي تتعامل معها، ما هي المشاريع الأساسية التي ستبدأ في تنظيم نفسها لإنجازها، سواء كان مشروعا مع الجماهير، سواء كان مع آلة القمع، سواء كان مع الدعم الخارجي والرسائل الموجهة